ومباراة في القمة في هذه اللحظات بالذات تنطلق لصالح المولودية وبكل روح رياضية. لعبوا نقطة البداية ورموا الكرة باتجاه فريق نصر حسين داي ولو أنها إلى التماس فيها نوع من الحيلة. يعني شيء غير مفهوم، الأول كرة يعني لعبت طويلة وراحت للتماس. نظن اللاعبين تاع مولودية الجزائر بينوا يعني الكرة الأولى اللي تلعب في تلعب الهجوم. فعلا الكرة إلى تماس ثاني منذ انطلاق المباراة 30 ثانية بين النصرية والمولودية في نهائي كأس الجمهورية الثاني والخمسين. المولودية متوجة بسبعة ألقاب والنصرية بلقب واحد وتعود إلى النهائي بعد 34 سنة، فيما آخر نهائي خسرته كما قلنا أمام الدي إن سي. تلعب بسرعة ناحية الأمام، هذه الكرة اتجاه قاسمي، الدخول بقوة، سيصل عليها قاسمي، تسديدة قوية، ما زالت الكرة ريعة ريعة، هذه التسديدة القوية من جانب فريق نصر حسين داي من بن علجية. بن علجية تابع الكرة والتسديدة الأولى من قاسمي رد الدفاع، ولكن بن علجية كان قاب قوسين أو أدنى من إعطاء هذه المباراة منحة وريتم يا هشام ولا في الأحلام. نعم قاسمي إصابة على مستوى الرأس بعد احتكاكه بدمه. فعلا قاسمي دمه مباراة داخل مباراة يا هشام، دمه بخبرة وتجربة قادم من وفاق سطيف واتحاد الحراج، متوج بلقب أغلى البطولات الإفريقية وأمجدها يا عبد النور. خريج مدرسة الصام المحمدية بريغو. يعني المشوار لعب يعني لعب دمه بين على المستوى تاعو في وفاق سطيف، يعني من احسن اللاعبين في المحور في البطوله الجزائريه. لكن شوف تكلمنا بلال ان الجرينتا تاع فريق نصر حسين داي والبدايه المقابله بقوه، يعني الكره الاولى اللي الثنائيه الاولى راهي فاز بها فريق نصر حسين داي، وكانت تسديده بن علجيه كانت ما كانش محظوظ وكانت خارج الاطار. خارج الاطار، وحتى قاسمي احمد خارج ارضيه الميدان يتلقى العلاج، نتمنوا له السلامه. حتى انصار نصر حسين داي يعولون كثيرا على هذا اللاعب القادم من سكيكدا ولعب في اتحاد العاصمه وتوج بمختلف الالقاب، حتى انهم الفوا اغنيه ليلى قاسمي يا قاسمي ولاكوب فلوساندي. وهو ادرى بالمهمه الملقاه على عاتقه. على عاتقه، الكره في الوسط لقاسم مهدي، يلفتح من هناك لكن تقطع الانطلاق بهجمة معاكسة لصالح النصرية. تبدو أكثر خطورة مع هذه البداية، استرجاع الكرة من مقداد في الوسط، تلعب باتجاه الأمام، تسترجع من وليد ديرارجا. الصراعات الثنائية ستكون كبيرة طويلة من زغدان، ولكن مباشرة إلى التماس. هذه المباراة مباراة النفس الطويل يا عبد الله. يعني شاهدنا لما يضيعوا الكرة فريق نصر حسين داي كما تكلمنا بلال انه يحوسوا يسترجعوا في اقرب وقت للكره، وهذا يعني في البدايه كل الثنائيات فازوا عليها لاعبي مولوديه الجزائر. للتذكير النصريه فازت في مباراه الذهاب من الرابطه المحترفه الاولى هنا امام مولوديه الجزائر بثنائيه مقابل هدف، وفرضت التعادل في مباراه العوده، ما يعني انها تملك نوعا ما تفوق بسيكولوجي ونفسي على عناصر فريق مولوديه الجزائر. كل هذه الامور ربما تسقط والارقام في ظل المستطيل الأخضر الذي بإمكانك أنك حتى الذي لا يعرف ولا يجيد مداعبة الكرة يصبح يعرف. هذا صحيح بلال، يعني كل ظروف مهيئة بالفعل بمقابلة. تكلمت على قاسمي بلال، ما يخفالكش باللي هذا الموسم هداف الدربيات، يعني راح يكون يعني شأنه كبير في هذه المقابلة. عنده 12 هدف قاسمي، 12 هدف، هو هداف الرابطة، هداف وهداف الدربيات فعلا. حتى هشام بامكانه انه يقدم لنا احصائيات لعبه ليلى، لانك تتبعين فعلا، لانه قاسمي هو الهداف. هذه مخالفه اولى لصالح المولوديه وستكون خطيره وصعبه على بوصوف. على في منافسه الكاس ديرارجا سجل هدفين، احدهما من ركله ثابته امام اتحاد غرب وهران. فعلا سجلت ثنائيه هشام امام اتحاد غرب وهران، وهما الهدفان اللذان سجلهما الى حد الان منذ التحاقه بالمولوديه. جميله وريعه ضايريه، اوه ضاعت هذه الكره، ماذا يطلب مهاجم المولوديه؟ يطالب بركله جزاء، ام ماذا؟ بشيري في المسك يا بلال. فعلا بشيري رضوان، الاحتجاجات على حكم المباراة، هي الإعادة، صراعات الثنائية داخل منطقة العمليات، سنشاهد الإعادة. ليس بهذه السهولة أنه يمنح لك
ضربة جزاء.